كنت نعت اليوم جات النوبة على أننا نديرو البغرير بدقيق القمح الكامل. عيلتي مروكان بغرير. المهم هاد الوصفة يعني صراحة غتعجبكم بزاف، لأن فريمون فيها دقيق صحي، والبغرير كنتناولوه في رمضان بشكل كبير، يعني ضروري كيكون في المائدة ديال رمضان. فاحنا باش نحاولو نتناولوه بشكل صحي غنديروه اليوم بدقيق القمح الكامل. طبعا دقيق القمح الكامل عندي أنا هنا، هذا اللي كيكون بالنخالة ديالو كتكون رقيقه ما منخولش. دونك عندي المقاييس، غتاخدوها بنفس الكاس او لا نفس الزلافه اللي غتاخدو بها، غتاخدو بها المعايير كامله. دونك عندي كاس ديال دقيق القمح الكامل اللي غناخد معاه كاس ونص ديال الماء دافي. هنا غنجي غناخد نفس الكميه ديال الماء، غندير فيها الخميره والسكر. هنا عندي معلقه صغيره ديال السكر مع معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، طبعا على حسب الجو، واش سخون واش دافي كديروا ضعفوا الخميره على حسب الكميه طبعا ديال العجين اللي نتوما مستعملين. نحركوها هكا باش تتعامل مع الخميره مع السكر. وهنا عندي شويه ملح وتقريبا واحد معلقه صغيره ديال البيكنج باودر الخميره ديال الحلوه. دونك اول حاجه غنديرها نخلطوا هاد العناصر ديال الخميره مع السكر مزيان. نجي غنديرها في الخلاط الكهربائي، يعني ما غتحتاجوش حتى تخلطوا لكم. ونرجع ناخذ كاس اخر، يعني درنا التوتال كاس ونص، يعني انا مستعمله كاس واحد ديال الدقيق. نتوما غضافوا الكميه ديال الدقيق غضافوا معها حتى الماء. نديروا الملح والخميره، وهنا عندي كاس ديال الدقيق اللي بنخاله ديالو، طبعا كميه ما درتش بزاف ما كنبغيش البغي يبقى بزاف شيط كنبوكتو. وفي الخلاط صافي، دابا غادي نفرغو في شي بول ونرتاحها بالفيلم اليموتور ونخليها ترتاح حتى تبان لي دارت واحد الفقاعات ونعرف ان العجين راه ارتاح وخمر عندنا، وندوزو نطيبوه. انا هنا كيف كتشوفوا معايا فهذا هو القوام ديال الخليط، طبعا ما تخافوش منه لان دقيق القمح غيتشرب من بعد ما يرتاح، ماشي بحال دقيق ديال السميد او الفورس. فغنطيب الفيلم اليموتور ونخليه حتى يرتاح مزيان عندي وندوزو نخبزوه. بعد ما كيرتاح عندنا العجين طبعا كيف كتشوفوا الحجم ديالو، الحجم ديال الساعات شويه هانتوما كيف كتشوفوا راه خمار ورتاح. هنا راه درت المقله كتسخن باش نجي معكم قد طبعا بعد المسينات ديالها مسينات بغيتي بشي بلا الوغ. هنا كيف كتشوفوا عندي المقله راني ناقصه عليها، وهنا عندي البغرير اللي خمر نحركو به هكا كنمشي مغرفه طبعا اللي غناخدو بها القياس. طبعا المقله ما كندمنها ما والو، ضروري تكون ما كتلقصقش طفال. وكنجيو بسم الله بشي عليكم يا رب. نجي بالطريقة نبدا نوضع البغرير، طبعا كندير شحال ما بغيت. انا هنا درت جوج مغرفات لان هادو اللي عندي جوج ونص، باش تعطيني يلاه تعطيني وحدة المغرفة عندي صغيرة. فوالا كتشوفو هنا قوسها أكثر من هكا. طبعا ما قطعش المرحلة هذه الأولى باش تشوفو، تخافوش منه يبان لكم في الاول خفيف وتبقاو تضيفوا دقيق ولا شي حاجه، راه دقيق القمح كيتشرب باش ما يجيناش عاوتاني قاصح ومدقاس وثقيل، لان دقيق القمح كيكون ديجا ثقيل. هنا كيف كتشوفوا نار مهيله، هانتوما شوفوا شحال نقصت له يعني بحال طافيه. ومن بقى وقلا خدات عندي تقريبا 12 دقيقة 15 دقيقة ماكسيموم باش ارتاحت.
يعني انا ما دايراش خميره بزاف على حسب الكميه اللي انا دايره. والجو شويه سخون وما تحتاجش. انا هنا كيف كتشوفوا بعد ما كنحس انها صافي بدات كتنشف عندي مزيان وطابس كامله بهذا الشكل، كنجي نبدا نزول فيها مباشره، كنحطها فوق منديل. تاكد ان نشفت عندي من هذا البلايص، ملي كيبدا البخار طالع صافي راه كنعرفو طابت من الداخل. كذلك وصراحه دائما داكشي الهيلثي فود اولا اللي كيكون بدقيق قمح اولا شوفان كيكون يعني حتى اللوغو مختلف، او ممكن بعض المرات في المنظر كيكون يعني غريب بحال هادي جاتني بغريره غريبه انما فريمون صحيه ولذيذه، يعني كتبقى انها شي حاجه كنعرفوا اش كناكلو. يعني المهم ماشي المنظر، المهم الاخلاق. هنا حطيتها مباشره فوق منديل باش ترجع عليها السخونه وتعرق. نعاود معكم اخر وحده كيف استنوا بيدي النار كيف كتشوفوا ناقص عليها جدا جدا جدا. طبعا كنخلط طبعا انا ما حمرتهمش بزاف من التحت كيف ما كتشوفوا معايا هادي انتما، يعني خليتها شويه هكذا لان مازال غتسخن، انا مشوف شحال خفيفه ها انتما كيجي خفيف وانا قمت قبو هكاك راه بغرير. يم يم فوالا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي ديالها بعد ما تكمل، لان فريمون عندي مسمن تاعو ديال القمح مصايباه، ما سبق لي نزلت لكم الوصفه ديال المسمن ديال الدقيق ديال القمح باش تا هو ندا او ميم طون نخبز المسمن باش ما يحمرش ليا بزاف، وفي نفس الوقت ندير البغرير حتى نكمل ونوريكم الشكل النهائي ديالو. هي اخر وحده صافي وهنا راه ساليت. طبعا حتى نوريكم الشكل النهائي ديالهم في طبق التختيم. وبالنسبه للمسمن انا غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف.